to third the tailplane cord. وعندي كذلك يعني موقع وين يصير الكورد مع التيلبلين هنا نحس بش قد ويكون على مسافة واحد إلى كذا. W اللي هو وزن اللي يكون عادة بالcenter of gravity. وعندي كذلك T اللي هو الثراست اللي يجينا نتيجة التشغيل المحرك الانجن. هنا أنا assumed acting at the parallel to the direction of the flight يكون موازي بهذه الحالة يعني مفروض فرضيته بأنه يكون موازي إلى direction of flight إلى اتجاه الطيران. ليش على مود هنا قايل لك to simplify the calculation. هنا عندي إذن هذه الحالة اللي قلنا أخذناها بالمحاضرة اللي راحت. هاي الحالة بأنه الطائرة من تكون في حالة الاستدي في حالة الليفل اوف فلايت ستدي ليفل اوف فلايت بأنه تكون عندي هاي القوى الموجودة عليها اللي هي دخلت تأثيرات الدايناميك هي الليفت والدراج والثرست. فهنا نطبق الإكوليبريم بسهولة حالة الاستدي بما انه ما عندي باتجاه الفيرتيكال وباتجاه الهوريزونتال. الفيرتيكال ما عندي ال ودبليو والبي وباتجاه الهوريزونتال عندي تي وعندي الدراج وعندي البيتشنج مومنت المعادلة الثالثة اللي اخذها وين ياخذها بالسي جي يكون عندي أنا ما أعرف لوين وصلت وياكم إذا أحد يتذكر كنت أشرح على السيمتريك مانوفر لود قلنا مراجعة بعدين رحنا للليفل اوف فلايت زين فهذا كله شرحت سويت له سمري لكم سريع ف تقريبا وين وصلت إذا أحد يتذكر طلاب يعني لأي نقطة حسن هاني وين وصلت تقريبا كنت وصلت يعني شرحت لكم بالجنرال كيس لو بعدني ايه هو كنا نحكي به ماشي 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 اذا طلاب كانت بالبدايه اول ربع ساعه خليتها للمراجعه للفت سمر البسيط للمحاضره السابقه فطلاب هنا درسنا اليوم هسه من هنا راح يبدي اللي هي حاله البول اوت هنا عندنا بالجنرال كيس اوف سيمتريك مانوفر قبل كل شيء واضحه امامكم البرزنتيشن موجوده امامكم الجنرال كيس
واضحة واضحة. جيد جيد. فعندنا بالجنرال كيس اوف سيمتريك مانوفر، احنا مثل ما عرفتوا اخذنا الحاله الاولى قبل شويه بانه عندنا حاله ستدي ليفل اوف لايت بانه ما بها محاله مانوفر، فسهوله تطبيق حاله الايكوليبريم عليها والقوه اللي داخله بحاله الهوريزونتال بالفيرتيكال، يعني سهوله يعني تكوين المعادلات والحل. بالنسبه لحاله الجنرال كيس اوف سيمتريك مانوفر، هنا بهاي الحالة عندنا حالة ال rapid pull out، يعني حالة من سوى حالة ال pitching بالطائرة زي من ال diving، اللي هو بأنه تكون يعني حالة السحب مع الطائرة من تريد من 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 أي جسم يريد يرتفع لي فوق، فأكيد المقدمة مات النوز شبيهة اللي هي ترتفع للأعلى، بس من ترتفع للأعلى الجسم كله كأنه يسحب، فحالة البول أوت هي يعني بالضبط نسميها، لأن مقدمة الطائرة شبيهة تتحرك نحو الأعلى وتولد هنا بهاي الحالة من تتحرك نحو الأعلى مقدمة الطائرة، يعني هسه بالضبط عندك طائرة تسوي بيتشينج والنوز ملتها اللي هو هذا هنا يرتفع للأعلى، زين شنو اللي حيصير عندي؟ هنا أنا مباشرة حيتولد عندي حمل باتجاه الأسفل وين بذيل الطائرة، يعني بالتيل اللي عندي، زين؟ فهذا الحمل يكون وين اتجاهه؟ طبعاً هنا أنا من يريد يرفع الطائرة لأعلى نحو الأسفل، زين؟ وشون ينتج هاي الحركة؟ يعني من اللي مسؤول على هذه الحركة؟ زين؟ اللي هو مسؤول عليه هو الإليفيتر، الرادر هذا اللي الليفيتر اللي بنهاية الطائرة. فبهذا الشكل حتسلط، شنو حيسلط؟ حيسلط حيكون هنالك يعني شلون وقوع، زين، الى الاسفل وين من حيث الليفيتر او الذيل الافقي مثل ما نسميه. فهاي الفكرة الرئيسية. زين طلاب، فهاي الفكره من حاله البول اوت اللي هي جسم الطائره المقدمه تطلع ترتفع للامام، والذيل مجموعه ذيل الليفيتر شبيهه تنزل للاسفل مسويه لي داونلود داونورد لود اللي يكون عندي بالتل. هاي الفكره اهم شيء طلاب. ف هنا بأنه عندنا المناورة يقول بأنه إذا نفذنا المناورة بصورة مفاجئة أو سريعة، يعني رابيدلي أخذنا حالة المانوفر، زين إيش حيكون عندي؟ بتكون عندي أكو سرعة أمامية للطائرة، أوكي؟ If the maneuver is carried out rapidly، خليني نكبر، زين the forward speed of the aircraft remain practically constant. هنا إذا نفذنا أو أنجزنا المناورة بصورة مفاجئة أو سريعة، فالسرعة الأمامية تبقى بصورة ثابتة، تبقى عمليا هي ثابتة. فالزيادة بالدفع والمحصلة الكبح تنتج من ميلان الجناح فقط، يعني من الميلان، يعني حصل عندي زيادة في رفع والكبح نتيجة الميلان الناتج، بينما السرعة حد أمامية حتبقى ثابتة. وعندنا بما أنه بهذه الحالة يكون عندي من صار الميلان حصل عندي رفع اللفت أعلى من المطلوب، يعني أدي لأن الان فاكتر اللود فاكتر الان، فحيكون عندي يولد لي موازنة لوزن الطائرة، يكون موازن لوزن الطائرة. زين this normal acceleration combined with aircraft speed with aircraft speed in the dive result in the curve flight path معطى بالشكل ال
هذا يعني احنا بانه التعجيل الى الاعلى يكون عاده مساره زين عمودي على مسار طيران، اتجاه التعجيل يكون عمودي على اتجاه الطيران. هنا أنا since the lift now is greater than the required to balance the aircraft weight, the aircraft experiences an upward acceleration normal to the flight path. بأنه حيكون عندي بهاي الحالة التعجيل إلى الأعلى عمودي على مسار الطيران، وهذا التعجيل عمودي إيش بي كومبايند يصير حيتداخل مع سرعة، يعني أكو سرعة الطائرة اللي كانت في على في حالة الدايفنج زين، وتكون على شكل مسار الغوص لهذا المنحني أو العوم لهذا المنحني. فإنه أنا عندي هسه إذا تلاحظ بهاي الحالة تولد عندي هذا الكيرف اللي هو حالة البول أوت. فمن تولد لي هذا حالة البول أوت شنو اللي صار عندي؟ مقدمة الطائرة قلنا صعدت لي فوق بيها كانت تطير بسرعة نيرشي إلها، هاي السرعة عندي يتراكب يتداخل وياها منه أكو تعجيل يكون عمودي على مسار الطيران زين، فيتداخل مع وتكون إلى محصلة بالحساب ثاني. فهنا أحمال الأحمال الكبح الدراج اللود اللي نتيجة اللي صار نتيجة الدراج راح تزايد مع زيادة الإنسيدنس، يعني راح تزيد الدراج بزيادة الإنسيدنس حادث الزاوية السقوط اللي أو الوقوع اللي تكون بها السرعة الأمامية للطائرة. فإنه إحنا بأنه شنو اللي فرضنا بهذا التحليل؟ فرضنا بأنه قيمة الثراست ثابتا خلال المناورة. هنا طلاب ما ننسى بأنه أساس فرضيتنا هذا أخذناه من المحاضرة السابقة بأنه الثراست الدفع اللي عندي حيكون ثابت زين طلاب. ف مثل ما لاحظنا من ناقشنا الفلايت انفلوب زين اللي صار عندي وصف للمناورة بصورة على شكل بصيغة حمل المناورة، يعني هنا الفلايت انفلوب وصفنا المانوفر للطائرة على شكل حمل المناورة اللي هو الان اللي هو اللود فاكتور اللي هو قلنا قيمته شقد كانت 1 ان تساوي لي 1 الما الستدي ليفل فلايت زين بحالة الطيران شيء شبيه المستقر العدل يعني اللي عندنا. وعادة هنا من قلنا ليفل الستدي ليفل فلايت عندنا قيمة التعجيل شقد قيمته هنا تكون صفر كونستانت سبيد الطير بالطائرة. فهنا عندي حتدخل عندي هنا طلاب حالة ال implied in this method of description is that the inertia force. هنا حتدخل عندي قيمة الانيرشيا فورس يعني عزم الاستمرارية عزم قوة القصور الذاتي اللي متولدة بالجسم. فهنا عندي قوة القصور الذاتي هنا تكون عادة العمودية هنا تنفذ زين أو تحمل قد تواجه مرة واحدة من وزنها يعني بقيمة NG اللي هي NW يعني طلاب هنا وياي خلنا نقاس هو what is in this method of description is that the inertia force on the aircraft in the level of flight condition is one time طبيعي جدا
قيمة الان كانت تساوي لواحد بالليفل اوف لايت كونديشن، هذا اللي فالانيرشيو فورس ايش قد تقام بتتقابل بانه على اساس اللود فاكتور مالتي واحد واشتغل من يعني واحد من وزنه يعني قيمة الان واحد. زين it follows that the vertical inertia force on an aircraft carrying out an NG maneuver. هذا معناه بأن القصور الذاتي، قوة القصور الذاتي، قوة القصور الذاتي زين العمودية زين شبيهة حتكون تقابل لي ما يقارب قيمته vertical inertia force تقابل لي carrying out NG من المانوفر يعني NW يعني تواجه ما يقارب الوزن في اللود فاكتور اللي هو الN. زين يعني كأنه قيمة اللفت اللي يرفعها اللي هو يساوي للN في الW، فأني هنا الانيرشيا اللي تتولد عندي بالفيرتيكال الفيرتيكال فورس اللي هي من انيرشيا حتكون قيمتها NW في حالة المانوفر. هنا هذا مهم الجزء بأنه أني من دا أسوي هاي الحسابات الهدف منها أعوض على حالة المانوفر أشوف ما يساوي بالستاتيك إيش قد الديناميك إلى ستاتيك على مود أقدر أطبق قوانين الإكوليبريم. زين فهنا اللي حيصير we may therefore replace the dynamic condition، بهنا سوف نعوض الظروف الحركية بمقدار مكافئ بالظروف السكونية. يعني هنا يقول we may therefore replace the dynamic condition of the accelerated motion by an equivalent set of static conditions in which the applied load are in equilibrium with the inertia force، اللي هو من خلاله الحمل المسلط يكون في حالة اتزان مع ميامن ويا قوى القصور الذاتي. زين طلاب قوى القصور الذاتي المفروض مطلوب بها يعني مقصود بها هي الاستمرارية اللي اللي تتولد نتيجة الكتلة الموجودة للطائرة يعني استمرارية على الحركة. فكما موضح بالشكل اللي عندي هذا 14.7 أمامكم. زين عندي N هو معامل الحمل المناورة، قيمة الـ N هو معامل حمل المناورة. زين اللود فاكتور مانوفر مانوفر لود فاكتور، وعندي الـ F سمول هذه اللي عندي هنا بالقانون هي معامل التشابه F معامل توهم كذلك معامل اللي يعطي قوة قصور ذاتي أفقية على مود تتوازن عندي الحالة. فعندي هنا مع ملاحظة بأنه التعجيل اللي عندي إذا أشوفه يكون التعجيل العمودي الواقع بهالحالة يكون محدد بقيمة قيمة التعجيل، مو قلنا لمركبتين التعجيل العمودي قيمة الحالة المحددة إلى هو N ناقص واحد في G. زين for vertical equilibrium of the aircraft we have referring هنا حنطبق حالة هسه وقع ما حولنا الديناميك كونديشن إلى static condition وعرفنا قيمة ما يكافئ حنطبق حالة الإكوليبريوم الفيرتيكال والهوريزونتال وحنطبق المومنت بيتشنج أو مومنت. أوكي الثلاث معادلات اللي طبقناها بالمحاضرة السابقة اليوم حنطبقهم بس حنشوف شنو التيرمز اللي حتدخل عندي نتيجة البول أوت اللي حيتولد عندي هنا. خلي نشوف عندي الال للأعلى هاي الكوليب فيرتيكال اوكوبلاريوم، عندي ال L للأعلى ال P للأعلى وعندي ال NW للأسفل. هنا
قيمة التي لثراست ياخذ لمركبة باتجاه الأعلى اللي هو قيمته ساين جاما تي ساين جاما. هذا بالنسبة للتحليل نحو الأعلى. بالنسبة للتحليل الأفقي حيكون عندي قيمة الدراك وعندي قيمة الانيرشيا فورس اللي هي الاف دبليو، لأن الطائرة تطير بتعجيل، فأكو عندي إلها انيرشيا فورس اللي هي تي دبليو. هنا أنا على أساس كونستانت سبيد كنا عندنا، فالف دبليو اللي قيمته يقابل للدراج، وعدي يقابلها محصلة التراست اللي هي تي كوساين جاما. هذه المعادلة الثانية. المعادلة الثالثة هي معادلة البيتشينج مومنت اللي هو حول مركز ثقل الطائرة السي جي، اللي عادة يكون القوى الموجودة في كلها في أذرعها حول السي جي. عندنا الان جي تروح الان دبليو العفو تروح لان تمر بالمركز ذراعها صفر، وعندي قوة ال اللي هي ليفت اللي هي موجودة وين بالايروداينامك سنتر في ذراعها هو ال L في ال اللي هو بانه شكو قوة هنا شكو عزم مومنت اعتبره باتجاه عقرب الساعة حسب فرضيته تساوي لي موجبة هاي العزوم. عندي ال L في ال A ويقابلها بالجهة الثانية عزم مقابل اللي هو ال P في ال L small اللي هو يجي نتيجة وجود الليفت الموجود بالإليفيتر. وعندي كذلك عزم يتولد نتيجة الدراج لوجود ذراع اسمه B ال D في ال B، وعندي عزم آخر نتيجة وجود الثراست وبعده عن السي جي عن السنتر اوف جرافيتي مقداره سي فتي في سي. وعندي بالأصل أني موجود نقطة الايروداينامك سنتر عندي مومنت اسمه ام او. فهذه المعادلة اللي عندي حتى توصف لي عزم الانقلاب حول مركز ثقل الطائرة حول السي. فإذا هاي العزوم هاي المعادلات افتهمنا منين اجتي بمعادلة رقم 14. عندي كذلك بأنه هاي المعادلة لازم اللي أعرفه زين. بهاي المعادلة الشيء اللي لازم أعرفه بأنه لا توجد مصطلحات تمثل تأثير تعجيل الانقلاب للطائرة، يعني ماكو شيء يمثل لي بالتعجيل الانقلاب اللي يتولد وين بالطائرة، بأنه this is assumed to be negligible at this stage، يعني فور بأن تكون مهملة في هذه المرحلة، يعني هذا الاشتقاق. فهاي المعادلة قلنا ما لا يوجد ما يمثل تأثير تعجيل الانقلاب لل
نرجع الموضوع لنكمل إن شاء الله، ما عندنا شيء بقى نحل لنا مثال على هذه الحالة عن تترسخ عندكم. فطلاب فبجنرال كيس مثل ما عرفنا بانه الاسامبشن مالتي كان يكون بحاله المانوفر هو التراست هو نفسه كونستانت ثابت. زين؟ وقيمته هذه تكون يعني من بحاله المانوفر من احس قيمه التراست بانه هذه قيمته هي نفسها قبل بدء المناوره. زين؟ وعرفنا هسه هاي الجنرال كيس للحاله اللي عندي هي حاله البول اوت، يعني الطائره من سوى عمليه البيتشنج. زين، فشنو اللي راح يصير فيها؟ فهنا عرفنا اساس المعادلات اللي اشتغلت عليها هي ثلاث معادلات نفسها. كل اللي سويناه اخذنا السيت مال الدايناميك حوز سويناه لحاله الستاتيك كونديشن على مود ادخله بمعادلات الاتزان، فاخذنا تاثيراته وقدرنا نحصل على هذه المعادلات. فاذا صار عندك سيت معادلات جديد. زين، السيت المعادلات الجديد طلاب واضح مو البرزنتيشن يا ولد؟ واضح طلابنا؟ نعم نعم دكتور واضح. صار عندي سيت المعادلات الجديد اللي دخل بال يعني الفرقة على الستدي ليفل فلايت، دخلت عندي قيمة ساين جاما وعندي دخلت قيمة التي والاف W بالمعادلات اللي عندي، فالF W والساين جاما دخل عندي نتيجة وجود البول أوت. زين، هسه راح ناخذ مثال عسى وأن يكون توضيح، يكون عندي فد إلستريشن للحالة اللي عندي اللي شرحناها. فهنا بهذا السؤال حيكون عندي مثال رقم 14-3. يقول the curve CD alpha and CM يعني قيمة الدراج، اكو كيرف يخص قيمة الدراج كوفيشنت ويا من ويا زاوية الانجل اوف اتاك الفا وياهم بعد شنو قيمة البيتشنج مومنت السي ام حول السي جي فور ذا الايت ايركرافت، معطى بالشكل اللي امامنا نعطيني هذا الكيرفات. اوكي، شكل اي هنا اذا تشوفون المحور الافقي هو السي ال والمحور العمودي يمثل السي دي والالفا والسي ام. هنا نعطيني الكيرفات، كيرف خاص بالسي دي وكيرف خاص بالفا وكيرف خاص بالسي ام بالبيتشنج مومنت. كل اللي ما نسوي اي قيمه نريدها هنا ممكن ندخل واحد احد الباراميتر اللي عندي كان تكون سي ال او سي دي وتطلع لي باقي القيم من تتقاطع ويا الكيرفات. هسه راح نشوف بهذا المثال بالضبط شنو اللي صار عندنا. ف يقول ف the aircraft weight is ايش قد وزن الطائره 8000 نيوتن، الوينج اريا 14.5 متر مربع، والكورد مالت اللي عندي مال وينج ايش قد قيمته 1.3 متر. يقول ديتيرماين اوجد الليفت والدراج والتيل لود، وي ريد الفورورد انيرشيا فورس فور سيمتريك مانوفر. عندنا بهذه الطائره اكو حاله السيمتريك مانوفر corresponding to ايش قد هاي المانوفر ايش قد نعطينا قيمه المانوفر مانوفرنج لود فاكتور نعطي قيمته 4.5 الان، ونعطيني السبيد مالت الطائره ايش قد قيمتها 60 متر على الثانيه. يقول هنا انتبه assume that engine
assume that engine off يعني condition apply and that the air density 1.223 كيلوغرام على المتر مكعب. يقول بأنه عندي هنا off, هو ده يقول لي افرض بأنه الانجن is off. اوكي وعندي الدنسيتي ناطيني مات الهواء وعندي كذلك ناطيني الفيجر 14.8b ناطيني الحالة ريفلنت ايركرافت دايمنشن مال الايركرافت هذا البي ناطيني الابعاد مال الطائرة والزاوية التي مايلة بيها وكذلك ناطيني الشكلين A و B انتهينا منها. فبحالة بالحالة الأولى يقول as a first approximation النهج الأولي حنستخدمه we neglect the tail load P therefore الإكويشن اللي حتكون عندي هنا وعندي ها كذلك وعندي T هو ده يقول off thrust الانجن off thrust صفر والP هنا همله ليش؟ لأن مقارنة ويا اللفت فهو فد مقدار قليل جدا قيمة الP. زين؟ الP قلنا هو رفع اللي يجي من الإليفيتر التيل اللي عندي. فكل اللي عندي يا طلاب بأنه أول حالة أعرف الأسامبشن مالتي شنو؟ قال لي الإنجن أوف يعني الأوف كونديشن الثراست مالتي صفر. قال لي بأنه التيل اللي عندي اللفت اللي ينطيه يعني البي اللي تنطي بقوة نتفق على الامتحان الأسبوع القادم إن شاء الله. فطلاب نكمل المثال اللي عندنا فعندي هذا الإكزامبل اللي هو 14.3 طلاب مثل ما عرفتوا بأنه الفرضيات ما تلحل بأنه قلنا هو بالسؤال قال لي أسيوم الثراست الانجن أوف يعني الثراست صفر التي صفر وعندنا كذلك التيل لود البي قيمته قليلة جدا مقارنة هي اللفت فتهمل فالمعادلة تصفى فقط اللفت يساوي للان دبليو فالسي ال مثل ما تعرفون قانون السي ال كوفيشنت اللفت كوفيشنت هو ال على اللفت على نصف رو في سكوير في الاس عوضنا بالسؤال نعطيني قيمة الليفت شقد اللي هو الان في الدبل والوزن نعطيه 800 والان مانوفرنج لود فاكتر نعطيه 4.5
هو نعطيني السرعة 60 وهو نعطيني الاريا وينج اريا 14.5 متر مربع ونعطيني كثافة مالت الهواء. فطبقناها انتبهوا هنا أنا. هاي كل شيء مهمة طلابه بهاي الخطوة. نطاني قيمة لل CL lift coefficient. هسه أنا أريد باقي الخصائص. من نطاني قيمة لل CL lift coefficient زين حروح للشكل A زين حروح للشكل A اللي هو هذا اللي أمامكم. نطاني قيمة ال CL طلعت لي 1.11. اجي هنا على هذا المحور الاقيم من العلاقه اللي موجوده زين لكل طبعا هذا الكل ايرفويل اكو علاقه للانجل اوف اتاك مالته ويا من ويا الكوفيشنت ليفت كوفيشنت او دراج كوفيشنت. حجي هنا حندخل قيمه السي ال اللي طلعت لي 1.1 عندي هاي ال1 يجي يصعد يتقاطع حقاطعه ويا من ويا قيمه ال حقاطعه ويا قيمه ال حقاطعه ويا قيمه الزاويه. حشوف ايش قد الزاويه تطلع عندي. حقاطع هذا المحور الافقي اللي هو 1.1 ويا منحني الالفا حتطلع لي قيمه الفا اللي عندي من تشوفها راح تكون لها قيمه اللي هي ما تساوي 13.75 درجة. 13.75 درجة. فعدي هذا المحور العمودي هو ألفا. فحيتقاطع السي ال ويا منحني الزاوية حيعطيني قيمة ألفا 13.75 درجة. وراح يتقاطع نفس المنحني من نفس الخط اللي هو من السي ال 1.1 أقاطعه ويا السي دي حيعطيني قيمة للسي دي وحقاطعه ويا السي ام حيعطيني قيمة للسي ام. فالقيم اللي يعطياني اخذها من الكيرف. فالسي ام طلعت لي شقد 0.075 هيا 0.075 ويا ال 1.1 وعدي قيمه السي دي كذلك. فنطاني من هذا الشكل حصلنا قيم اللي عندي. فهسه بقى عندي شنو التيل arm اللي عدي ال L قيمته. شلون حنحسبه ال tail arm؟ هذا ال L هذا ال L اللي هو 4.18. شلون راح نحسبه ورا ما تغيرت عدي نطاني قيمة ال angle of attack 13.75 حنحسبه بالموازنة عليه. فقيمة L حتساوي لي طول الكل مال L ايش قد راح يطلع لي. انتبه طلابنا الطول مالت ال ال ورا ما يصير بي كوركشن تصحيح حيصير عندي اللي هو 4.18 تحلله في كوساين الفا ناقص 2. الزاويه محصله الصافي الزاويه اللي مايل بيها ال ال هو 4 الفا ناقص 2. ليش الفا الكليه و2 عندك هاي زاويه الميلان فحيصير عندك 4.18 كوساين الفا ناقص 2 هاي اول خطوه. زائدا عندك اكو طول غير هذا كيا ال 0.31 زين ونعطيني الطول العمودي مو الافقي. فهذا العمودي اريد احصل من عنده المركبه الافقيه اللي هي من تجي من ساين الزاوية 0.31 في ساين الزاوية الفا ناقص 2 حتطلع لي قيمة هاي المركبة الزيادة البسيطة اللي حصل عدي. فعدي ليش دا أحسب هذا؟ لأن من مالة الطائرة من مالة سوت pull out تغير عندي الطول L تغير بما يتناسب مع زاوية الفا. فبالأخير البعد بين التيل الايروديناميك سنتر للتيل والسي جي اللي عندي راح يتغير. فالمحصله الاخيره ما تطلع بهذه المعادله اللي هي ال ال تساوي ل 4.18 كوساين الفا ناقص 2 وعندي كذلك 0.31 ساين الفا ناقص 2.
فمن هذا هسه طلاب اللي اخذنا عوضنا قيمه ال L عذرا طلاب طلعت لي قيمه L الجديده عند الفا 13.75 طلعت لي L قيمتها 4.123 متر. زين هنا هسه عندي المعادله 14.4 بوجود ال L وال D وال M. زين فال pitching moment هنا ايش راح يصير عندي؟ هنا ال pitching moment اللي عندي ال MCG يساوي ناقصا ال PL يساوي صفر. زين ليش عندي المعادله هي اصلها؟ يعني هذا ال MCG هو اصلا مكافئ لل L في ال A ناقصا D في ال B ناقصا ال MO. فهذا كله يكافئ ال MCG ناقصا قيمة ال PL. فالعزم اللي عندي هنا ال MCG حيساوي لل P في ال L. فهنا تساوي صفر. هنا راح نرجع للمعادلة هذه. التي سي صفر هو اصلا. فال LA والدي بي والام او كلها هذا الام سي جي هذا المقدار ناقصا البي ال يساوي صفر. فعدي الام سي جي ناقص بي ال يساوي صفر. هنا راح اعوض طلاب عن قيمه هنا المعادله حتى خلينا نشوف ايش حصل. عدي البي ال قلنا هو يساوي لي نصف رو في سكوير اس في السي ام جي. زين في البي ال يساوي لي هذا المقدار اللي هو الام سي جي اللي الام سي جي يعني احنا عندنا مو المعادله اساسا ام سي جي ناقص بي ال يساوي صفر. فالام سي جي حساوي لي بي ال حنعوض مكان الام سي جي ما يقابلها اللي هو نصف رو في سكوير في السي ام. هنا دخل عندي هنا شنو اللي هسه عندي المعادله اللي حتتكون عندي اللي هي نعوض قيمه السي الكورد والبي حتكون عندي المعادله فروم اكويشن 3 حنعوضها بالاكويشن 14 2 اكويشن 3 اللي هي هاي امامكم بي ال يساوي نصف رو بي سكوير حنعوضها بالمعادله 14 12. زين فايش راح يبقى عندي؟ حتبقى عندي طلاب الليفت زائدا هذا المقدار يساوي للان في الدبليو. هاي مين جبت هالمعادله؟ الليفت زائدا هذا المقدار يساوي الان في الدبليو هي المعادله 14 12 اللي هي خلينا نشوفها 14 12 الليفت زائدا البي التي قلنا راح والان دبليو راح عند الصفحه الثانيه. فتبقى الليفت زائدا بي البي هو هذا المقدار عوض ما يساوي اللي هو النصف رو على ال فشالوا خلاه بمكانه. فبالاخير قسمنا المعادله على نصف رو في سكوير في الاس الطرفين حيصير عندي ال L على نصف رو في سكوير هذا مثل السي ال ويبقى بهذا يشطب واحد ويا الاخر البي ويا البي والسي ويا السي والاس ويا الاس العفو حتبقى فقط عندي السي على ال في السي ام جي يساوي للطرف الثاني حيقسم على نصف رو في سكوير في الاس. هسه هنا على مود نحصل على القيمه الدقيقه للليفت حيصير هنا حيصير عليه كوركشن. هنا حيصير عندي كوركشن اذا ملاحظ عندي السي ال بجهه اليسرى وعندي بجهه اليمنى كذلك السي ال. السي ال اللي على جهه اليمنى هذا كان السي ال الانيشال اللي بديت فيه القيمه الابتدائيه. فاذا القيمة الجديدة للسي ال حتساوي لي السي ال تساوي لي اللي هو ان دبليو على نصف رو في سكوير اس والسي ال الانيشال انا اللي بديت به اللي هو 1.13 ناقصا سي على ال في السي ام السي 1.35 على ال 4.123 في السي ام. السي ام يجبنا من الرسم طلع لي قيمة سي ال كوركت الجديدة اللي هي قيمتها 1.088 العفو طلعني قيمة سي ال جديدة. زين هاي السي ال الجديدة 1.088 أو على خطط مرة ثانية
1.088 أقاطع حاوية منحني السي دي ومنحني ألفا ومنحني السي أم. حينطيني قيم جديدة لمن؟ للسي أم جي وللباقي الخصائص والسي دي وغيرها. فإذا حنعوض مرة ثانية القيمة مال من بالإكويشن 2. زين هاي القيم حنعوض إكويشن 2. فالسكند أبروكس النهج الثاني حينطينا الآلة الجديدة. فهسه أجي معادلة رقم 2 اللي هاي رقمان اللي خاصة بآل. إيش عدي؟ عدي الزاوية تغيرت ألفا حتتغير صح؟ فمن حتتغير ألفا حينطيني قيمة L جديدة. ال L الجديدة اللي طلعت لي 4.161 متر. فبذلك حتكون عندي equation رقم 5 اللي هي هنا عندي 4 العفو. حتكون عندي قيمة CL 1.099 تطلع لي بالثيرد approximation. ورغم عوضني عن طلعت القيمة الأولى فرق على الثانية والثالثة، الثانية والثالثة متقاربة واحدة عن اللخ، فثبتت القيمة. فالسي ال هي اللي راح ناخذها. فالفاليو مع السي ال زين يقول extremely شبيهة close further we have an approximation will not give value of CL very much different to this above. يعني الفرق بين القيمتين جدا متقارب 1.088 سا 1.099 تقريبا. فلذلك حناخذ قيمة الـ CL 1.099. يعني صار correction بقيمة الـ CL طلاب. طبعا آسف على انقطاعات اليوم بالمحاضرة شوية يمكن أثرت علينا بالتواصل، بس هو هذا المثال حالة البول أوت. إذا تشوفون عندي قيمة للألفا، وهاي من تدخل قيمة الألفا حتكون بالحسابات يعني متغيرة، وكل ألفا تعطيني خصائص معينة. فإذا السي ال اللي طلعت عندي ورا الكوركشن اللي هي 1.099 حروح أقاطعها هذه المرة الثالثة هنا بالمخطط، حتعطيني قيمة سي دي جديدة، وحتعطيني قيمة ألفا جديدة، وحتعطيني قيمة سي أم جديدة. هسه كان شنو المطلوب بالسؤال؟ قال لي احسب لفت. اللفت عن اللي أعرفه هو نصف رو بي سكوير في الأس في السي أل. قيمة سي أل الجديدة عندي، وذني باقية خصائص عندي، فتطلع لي قيمة اللفت اللي هي 35 ألف نيوتن. قال لي احسب التيل لود اللي هو اللفت اللي يصير بال 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 بالجزء الأخير بالطائرة. فهذا الليفت اللي هو P القوة اللي تتولد عنده، ال P شو تساوي لي؟ لأن عندي أنا معادلة اللي هي 14.2 إذا تشوفوها L زائد P زائد T sin gamma ناقصا N W صفر. هو قال لي بالسؤال T صفر، فال L زائد P يساوي لي ال N W. ال L الليفت صار عندي معلوم، والان دبليو معلوم، تبقى فقط البي مجهوله. البي حتكون عندي قيمتها ماي الان دبليو ناقص ال، فبالاخير تطلع لي هذه قيمتها. اخير شيء الدراج، قبل الاخير العفو الدراج رايد. الدراج فور سهله، اقول له نصف رو في سكوير في الاس في السي دي، تنضرب في الكوفيشنت اوف دراج. دراج كوفيشنت عندي السي دي طلعته انا من المخطط من القسم، ف على قيمة ألفا جديدة طبعا. فبالأخير حتطلع لي قيمة الدراك فورس قيمتها 2790. إذن هسه فقط عندي فقط الفورورد إنيرشيو فورس. زين الفورورد إنيرشيو فورس الـ FW هنا حتساوي لي الدراك بالاتجاه الأفقي. شنو القوة اللي عندي؟ كاست صفر، فالتي كوساين جاما صفر، فتبقى عندي FW والدراك. فالاف دبليو تساوي لي الدراج منا مباشره، حتطلع لي قيمه الاف دبليو ايش قد اللي هو طالبها بالسؤال اللي هي تساوي الدراج اللي هو نفس المطلوب اللي قبله بالخطوه القبله.
مصطفى أسامة. مصطفى مصطفى أسامة تسمعني؟ أي دكتور واضح. واضح إن شاء الله، يعني رغم التقطعات يعني واضحة اليوم محاضرة اليوم، يعني أكو فد نتيجة منها إن شاء الله. واضحة واضحة أشيدك إن شاء الله. جاي مصطفى بهاء إن شاء الله واضحة. واضح دكتور واضح. إيه آثار واضحة. واضح دكتور إن شاء الله. منتصر واضحة اليوم. زينب، زينب واضحة. نعم دكتور والله، يعني هي بس تحتاج قراية يعني إن شاء الله. إيه تحتاج. إيه المثالة تتحلو شوية بيديكم. زين أحمد عماد واضحة. أكيد أكيد دكتور واضح. يلا خير إن شاء الله. زين أمير سلام إن شاء الله. إن شاء الله دكتور إن شاء الله. أي يطلب حل المثال بيديكم. أنا أعتذر يعني خط الإنترنت. لا لا أكثر عادة المشكلة كل الموت. زين بعد من عندنا رضا. رضا اوكي الامور رضا تمام دكتور اشيدك. تمام علي نبيل. نعم دكتور واضح واضح. جيد علي. زين حسن محمد قاسم. حسن يلا ان شاء الله خير. امير صباح. نعم دكتور واضح ان شاء الله. حسن هاني واضح ان شاء الله. اشيدك دكتور واضح. يلا ان شاء الله نكون. عمر، عمر نبهان واضح دكتور. تمام زين. حسين ثامر واضح دكتور. أثير، أثير تمام واضح دكتور. زين عذرا إذا يعني ما شفت يعني مثلا أحد سألته. فهذا المقصود من محاضرة اليوم طلاب، بأنه بدينا هسه طبعا هي يعني مثل ما قلت لكم هذا شوية تخص البيرفورمانس، يعني هي أكثر بصراحة. يعني المفروض الطالب من يدرس بيرفورمانس يعرف هذه القوى ويعرف قيمة حالة المانوفر شنو اللي يتغير عنده. عموما طلابنا محاضرة اليوم هذا لهنا راح نوصل، هذا حدها. زين واللي أتمناه بأنه قمنا نميز بين حالة الستدي ليفل فلايت من يكون الطيران أفقي زين مستقر، بأنه قلنا قيمة ال constant speed يطير زين acceleration مالته صفر، وبين حالة من يكون عندي الطيران تصير حالة المانوفر اللي هي حالة ال pull out. بحالة ال pull out قلنا حتتولد عندي قوة بالتيل، يعني اللي يسيطر عليها هي مجموعة الليفيتر الكونترول سيرفيس زين ناحية الطائرة. فمن النوز مالها يصعد لي فوق والتيل مال الطائرة ينزل لي جوا، فهذا اللود اللي تولد بالتيل زين كله هسه هذا قمنا نميز شلون نحسبه. شلون دخلنا بالمعادلات مالتنا؟ قلنا ولقينا اكو assumption واكو دخلنا قيم، حولنا حالات الدايناميك لود حولناها الى static على مود ادخلها بمعادلات الستاتيك. فبذلك طبينا وراها الى مثال، وبهذا المثال اخذنا الحاله من تتغير الانجل اوف اتاك ايش حيصير عندي، بانه قيمه السي ال بدت صار بيها correction. فأخذنا الابروكسيميشن الأول بعدين الابروكسيميشن الثاني، وبالابروكسيميشن الثاني والثالث بدأت استقرت قيمة السي ال. من استقرت راح أقدر أعتمدها وأطلع الخصائص البقية وأدخلها أحسب الليفت فورس والدراج فورس والتيل لود والفورورد إنيرشيا فورس. هذا كل ما جاء بمحاضرة اليوم. زين اللي عنده سؤال يقدر يعني يسأل، ماكو أي مشكلة بأي وقت يعجبه. زين واللي ما عنده سؤال نكون فقط يعني على مود نتحدث على مادة الامتحان اللي حتكون عندنا الأسبوع القادم طلاب. وانتبهوا يعني الامتحان حيكون
بالشابترز اللي اني اللي حددتهن زين مات الفصل الثاني. وقت الامتحان حيكون ساعتين طلاب زين، وماكو اشكال يعني اذا موضوع الوقت قد يكون قابل. ها انتوا عندكم محاضره وعايه مو هسه طلاب؟ عندكم محاضره وعايه يوم الاحد؟ لا لا دكتور هي بس محاضرتكم. بس محاضره وينهي بعد؟ اوكي اذا بعد اقدر امدد لكم الوقت مال الامتحان، ممكن اعطيكم ساعتين ونص. الامتحان حيكون بالفصول، اكتبوها يمكم، انا ذكرتها ذاك اسبوع بس حذكرها مره ثانيه، بالفصول 23 و24 و25. الفصل 25 كان اخذنا بس الحاله الاولى البسيطه مالته اللامينيتد كومبوزيت ستراكشرز، اخذنا فقط الالاستيك كونستانتس اوف سمبل لامينا، اخذنا جزء بسيط منه. ويدخل ويا الشابتر ماي فلايت انفلوب، شابتر 13 يعني الفلايت انفلوب هذا المخطط بس اشر عليه، هذا مطلوب زين طلابنا. الهدف من الامتحان نرجع ونكرر هو بانه تتواصل ويا الماده وتاخذ تقييمك بالماده، و يعني اعتقد تحل مسائل مات الفصول وتفهمها يعني انتهى الموضوع، يعني ما عندك اي مشكله. والمخطط مال الفلايت انفلوب كذلك تفتهمه لان هم حجيب عليه كم سؤال. واضح طلابنا؟ اللي ما حاضر ما موجود اليوم زين لسبب ما يجوز، اللي ما موجود تبلغوا كذلك طلاب، اللي ما موجود كذلك يتبلغ. ونتمنى لكم كل التوفيق بالامتحان ان شاء الله الاسبوع القادم 6/6 يصادف. العفو دكتور، بس الحضور متاخر؟ الحضور مسجل، منزل لكم قائمه. اه عبالي يعني راح تصح الاسماء. لا 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 لا، اللي اول ما دخلتوه هذا هذا المعتاد بانه انا مخليكم جوجل فورم، تدخلون على اللينك تسجلون حضوركم. اكيد الكل اللي موجود هنا مثل كل محاضره دخل وسجل الحضور ان شاء الله. تمام شكرا ان شاء الله. فعفوا فان شاء الله كل التوفيق لكم بالاسبوع القادم. فاللي ما عنده سؤال طلاب يعني قد تكون اليوم شويه طلنا عليكم المحاضره والوقت شويه والانقطاعات سببت لنا ازعاج، فان شاء الله نتلافاها. فاللي ما عنده شيء يقدر يغادر طلاب